بعد 3 سنين خالد بن يحيى يرجع لتدريب الترجي الرياضي للمرة الرابعة، وبالمناسبة هو رابع مدرب يقود الأحمر والأصفر في هالموسم. نعرف اللي عنا معناه بريزيدون معناه براغماتيك، ما يقعدش معناها يفسر لك برشا شنو اللي يحب، دونك لازمك تفهم روحك. تجي دي بيريود هكا تعبيني شويه، ولا ساعات تجي معناها يمكن نتولت عليهم الاولاد المده، نشي دو كونسونتراسيون معناها، اما توتي ريكوبيرابل توتي ريكوبيرابل. صفحه جديده للترجي مع بن يحيى تزامنت مع حضور جماهيري اللي بعثت برساله واضحه جلستها اللافته اللي كانت معلقه في مدرجات زويتن قبل ما تقتحم فيما بعد الميدان وتوقف التدريبات. وصل الامر لحد الغضب على الملاعبيه. سعد بقير كان من الملاعبيه اللي ما سلموش من الغضب اللي خلى الاطار الفني يتدخل ويرجع الملاعبي لمواصله التدريبات فيما بعد. عارف ليزيكجونس نتاع جمهورنا، جمهورنا معناها يحب فريقه معناها بصفه معناها غريبه، ويطلب معناها ويطلب يلزمك تلعب الكوره ويلزمك معناها تربح، وهذا حق مشروع. وبعد تقريبا اكثر من 20 دقيقه بحضور الامن ترجع الجماهير للمدرجات وتتواصل مع الحصة التدريبية للترجي، حاجات تجي في وقت اللي سافر فيها الفريق غدوة لموريتانيا وبداية مشوار المغامرة الإفريقية.